الديمقراطية أو العدالة السياسية هي التي تسبق الاشتراكية أو العدالة الاجتماعية وليس العكس صحيح. وقد ثبت جليا أن الدول الغربية الليبرالية التي تتيح الحريات السياسية والمدنية والشخصية الأكثر تقدما في العالم هي الوعاء السياسي الذي يقود إلى التنمية. وقد نقلت تجاربها الكثير من الدول الشرقية مثل اليابان وكوريا الجنوبية والهند، وهي الآن تسير في ركاب التقدم والحضارة. لذلك يجب أن تقتدي كافة دول العالم الثالث الأخرى بالتجارب الغربية في حيث العلم والمعلومات والإدارة وفصل السلطات القضائية والإعلام الحر حتى نلحق بركاب العصر والقرن 21. أي بمعنى أن الديمقراطية هي الحل.